ده انا عايز اقف مع لقطه مهمه جدا، وانتوا عارفين طبعا انه ديربي مصر في الباسكت اهلي واتحاد، يعني قطبي كره السله في مصر الاهلي والاتحاد، والمنافسه بينهم حتى في المواسم الاخيره او البطولات والالقاب الاخيره كانت دايما اهلي والاتحاد. وعارفين طبعا الاحداث المؤسفه التي ادت الى عدم اكتمال مباراه السوبر لجامعه بين الاهلي والاتحاد مؤخرا، واللي كان الاتحاد بالمناسبه متقدم فيها لغايه ما توقفت المباراه بسبب حادث سقوط احد المدرجات. اللي عايز اقوله ان انا تابعت ردود افعال اكتر من رائعه، حاجه تعكس مدى الرقي والاحترام المتبادل بين جمهور نادي الاهلي وجمهور نادي الاتحاد. والحقيقه يمكن عمري ما شفت موقف او ما عداش عليا قبل كده موقف انه لما تسال جمهور، سيبك من موقف الاداره، طبعا انا يعني اقدر تماما الحقيقه واستحسن جدا قرار اداره النادي الاهلي بالتنازل عن لقب السوبر لنادي الاتحاد، لكن انا بتكلم على مستوى الجماهيري، لانه طبيعي جدا جمهور اي نادي حريص، وبالذات جمهور نادي الاهلي في كل الالعاب مش بس كره القدم، بتكلم على كل الالعاب، حريص دايما على كل الالقاب، وما يفكرش في اي لحظه من اللحظات انه يفرط في لقب او يتنازل عن بطوله. ولكن تابعت كده على السوشيال ميديا وعلى يعني اكتر من طرح اتقال فيه او اتسال فيه جماهير النادي الاهلي، ايه رايكم في قصه سوبر الباسكت؟ ايه رايكم في قصه سوبر الباسكت؟ وتشوفوا ايه الافضل لاداره النادي الاهلي كقرار انها تتخذه، وحتى بعد ما اداره النادي الاهلي اتخذت القرار، رايكم ايه في قرار مجلس اداره النادي الاهلي بالتنازل عن البطوله للسوبر؟ تقريبا شبه اكتساح، يعني تقريبا شبه اجتماع، في مباركه وفي استحسان كبير جدا، بل انه كان حتى قبل صدور القرار في مباركه من جماهير نادي الاهلي بالتنازل على اللقب لصالح نادي الاتحاد السكندري لاكثر من سبب، وناس يمكن كتير عددت الاسباب، لكن عمركم شفتوا جمهور في منافسه رياضيه شريفه بهذا الرقي وهذا الاحترام؟ وده ليه اسبابه طبعا، اسبابه المرتبطه بالعلاقات التاريخيه بين الاهلي والاتحاد، جمهور طول عمره الحقيقه بنحترمه وبنقدره، فرقه الحقيقه طول عمرها فرقه محترمه، سواء كنت بتكلم على باسكت او كره قدم، ادارات متعاقبه في منتهى الاحترام. ده المشهد اللي بيحكم، وده المشهد اللي اتمنى اشوفه جزء اصيل حقيقه من فكره المنافسه الرياضيه الشريفه، ان يبقى في علاقه ود واحترام حتى ولو كان في منافسه قويه الى ابعد الحدود.